قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. خالد منصور. خالد منصور فنان متعدد المواهب، ما بين التمثيل والفويس أوفر وكمان تقديم البرامج والسكتشات المختلفة. قدر إنه في وقت قصير يثبت نفسه ويتنوع في تقديماته الفنية. فنان كوميدي مميز وكمان مذيع موهوب. مين هو الفنان الناجح خالد منصور؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. خالد منصور فنان مصري من مواليد الكويت يوم 18 نوفمبر 1980 لعيلة مش مهتمة بالفن، بس أفراد عائلتها فنانين. فأخوه هو المطرب وائل منصور اللي اشترك في برنامج سوبر ستار العرب في نسخته الأولى، وبعدها قدم برامج فنية كتير زي إكس فاكتور وصوت الحياة. مشوار خالد منصور بدأ من خلال الإعلان، بس مش عن طريق تقديمه حملات إعلانية كموديل للإعلانات، ولكن كفويس أوفر أو أصوات الإعلانية الموجودة. ده غير إنه كان بيعلق على الأفلام الوثائقية لأن صوته مميز جدا وقدر إنه يستغله بشكل احترافي. ظهر لأول مرة الفنان خالد منصور قدام شاشات الكاميرا من خلال برنامج البرنامج اللي كان بيقدمه الدكتور باسم يوسف، وكان خالد منصور بيمثل السكتشات الكوميدية وبيأدي الأغاني الشهيرة اللي بيتم معالجتها عشان تتماشى مع أحداث البرنامج. وبرغم نجاحه الكبير هو وفريق العمل وعلى رأسهم باسم يوسف، إلا إنه بعدها بفترة بدأت تتوجه له انتقادات ودعاوي قضائية بعد ما كان بيقدم شخصية جماهير واللي شافها بعض الجمهور والنقاد صورة مبتذلة عن مصر. مشواره مع البرامج التلفزيونية ما انتهاش بعد ما انتهى عرض برنامج البرنامج، لأنه بدأ يقدم برامج مع الفنان شادي ألفونس واللي حققوا مع بعض ثنائي كوميدي مميز جدا، وقدموا مجموعة من البرامج أولها برنامج المقالب التجربة الخفية، وبعدها قدموا برامج مختلفة في أكتر من قناة. البرنامج الكوميدي Saturday Night بالعربي Saturday Nights in Arabic كان الفنان خالد منصور ليه دور مهم جدا وسط مجموعة شابة من النجوم الشباب، ولأن خبرته وقتها كانت كبيرة قدر أنه يخرج من عباية برنامج البرنامج ودخل في أجواء Saturday Nights in Arabic بسرعة هو والفنان شادي ألفونس، وقدم مجموعة كبيرة وناجحة من السكتشات الفنية مع نجوم متنوعة من الوطن العربي. بداية خالد منصور في التمثيل الاحترافي كانت من خلال شخصية سوستة جار مجدي مكاوي في فيلم إكس لارج، وكان جار الفنان أحمد حلمي المتنمر اللي كان دايما بيضايقه بتصرفاته. الدور كان صغير بس نجح فيه، والجمهور لحد الآن بيستخدمه ككوميكس على مواقع التواصل الاجتماعي. ظهر خالد منصور في أعمال تانية ناجحة زي شخصية عمرو في مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع والخامس، وفيلم سواح، وفي مسلسل الوضع مستقر، ومسلسل وكلينها ولعة، وفيلم الأبلة طمطم. المسلسل الأمريكي رامي اللي حاز على جائزة الجولدن جلوب كأفضل ممثل كان الفنان خالد منصور ليه دور بالمسلسل ده، هو ومجموعة من الفنانين المصريين والأمريكان. ولسه الفنان خالد منصور بيقدم أعمال فنية متنوعة هنتعرف عليها في الحلقات اللي جاية. كان معاكم رشا رجب.